اليوم ان شاء الله في مناسبه القمه 18 ان شاء الله باش نعطيكم بعض الانشطه والاهداف نتاع الجمعيه كل. الجمعيه هي كما قلت لنا بالاشخاص ذوي الاعاقه الذهنيه من 5 سنوات الى 30 سنه. الاشخاص ذوي الاعاقه يجونا من فتره تكفل في بدايه المرحله الاولى هي تحضير الاستقلاليه والتحضير عديد الصعوبات اللي عندهم، كان في تقويم النطق، كان في الأنشطة التربية المختصة، عديد الأنشطة منها نذكر منها الإعلامية، الرياضة، هذه الأنشطة اللي نحاولوا ننمو بها قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. معناتها الجمعية نحاولوا أن نكيفوا حسب قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وندمجوهم اجتماعيا. مهم برشا المرحلة هذه اللي هي للتحضير للحياة الاجتماعية والحياة المهنية. هنا تعرضت لنا عديد الصعوبات خاصة في طريقة دمجهم أو طريقة كيفاش باش نكونوهم كي يوصلوا مرحلة ما بعد المراهقة 18 سنة. هنا خممنا وقمنا بإحداث مركز فلاحي اللي هو اخترنا فيه كالفلاحة هي كوسيط تربوي وك معناتها فضاء اللي يكون فيه شخص ذوي الإعاقة يكون معناتها قادر انه باش يقدم عديد الانشطه بحكم هي الفلاحه لقيناها معناتها قريبه لاشخاص ذوي الاعاقه وتتطلب مجهود بدني بحكم هم اشخاص قصيرين ذهنيا. يا لخدمة أهمية المشاركة في المعرض الفرنكوفوني في جربة عندها دور كبير برشا في التفتح على المحيط، التفتح على الخارج، العالم الخارجي، ثم برشا نستغلوا الدول اللي كانت باش تشارك في القمة هذه، حبينا باش نبينوا أهمية ودور الشخص المعوق في الدورة الاقتصادية والتنموية. اللي عندنا في المركز الكلاب الضيعة الفلاحية عندنا النباتات الطبية والعطرية مثلا، هذه يقوم الأولاد بتقطيرها ثم تعليمها، وبقية النباتات يقوم بشكل تجفيف مثلا هنا هذه نعناع مثلا، هذا زعتر، هذا كليل، ثم تبقى نباتات أخرى في شكل ماء تقطير مثلا، هذا ماء العطرشية، ماء فليو، ماء فليو هنا. واضح. عندنا منتوجات للضيعة أيضا، الزيتون، زيت الزيتون، زيت الزيتون نتاع كما عندنا منتوجات أخرى اللي هي الهريسة، المايونيز، سلطة، سلطة. اسمه كمال نصري، شاب معناها من الأولاد معناها اللي في المركز، عنده مدة يخدم، من أول عدى امتحان معناها في إثبات الكفاءة المهنية وتحصل على شهادة من بين الشبان كيف كيف طارق كيف كيف، حتى هو عدى من أول الامتحان في إثبات الكفاءة المهنية في الإنتاج معناها وتقدير الأعشاب العطرية والطبية. معناها من الحاجات اللي قاعدين نخرجوا فيها هي تقدير العطرشية اللي هي قاعدين نزرعوا فيها في الضيعة، عطرشية، الفليو، النعناع، الزعتر والكليل والحاجات معناها اللي شفتوهم معناها الشايحة. كيف كيف معناها عندنا التقدير وعندنا التجفيف نخدموا معناها ترافاي علشان الاولاد معناها قاعدين ثم شكون اللي ما ينجمش يعني يقوم بالمهمه هذه، لكن يقوم بمهمه اخرى الامبلاج والتغليف والتعبئه ويتعدوا بالمراحل كم تاع الميزان وكل الحياه معناها يستحقها في الكوتيديان نتاعهم. والهدف نتاعنا اللي نمشوا به الون تيرم هي بعث مشاريع صغرى للاولاد.